بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على ابن آمنة الأمين، أما بعد، خير بداية كتاب الله، أما الآن مع آيات بينات والطالب سيطار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم. قبل أن نبدأ، بس اثنين من الشباب احترام الأساتذة اللي واقفي، بس خلينا نبدأ الأساتذة. من ذات وذوات، باسم نادي المحافظة على القرآن الكريم نرحب بكم أجمل ترحيب، ولأنكم تستحقون جئنا بكم لثيفة لمعرفة القواعد والأسس التي يسير عليها الشخص السوي لمعرفة هدفه في هذه الحياة. ومن أجل ذلك يحاضرنا الدكتور إبراهيم المنسي، وهو أستاذ بكلية الاقتصاد في هذه الجامعة، فبك وباسمك نرحب بك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا أحب أن أقف أمام الشباب وأعطي بين أيديهم أي كلمة إلا وأنا واقف، لأن الشباب في أمة محمد يستحقون أن نقف لهم جميعا، فأنتم رمز التغيير وأنتم الجيل القادم بإذن الله تعالى. لذلك أنا الذي أتشرف بكم وأن أقف بين أيديكم في هذه الجامعة الطيبة المباركة، بحيث نقدم لكم جزء من هذه الخبرات التي نظن ونعتقد أنها ستكون مفيدة لكم إن شاء الله تعالى. هناك شعارين
كان آباءنا وأجدادنا دائما يكرروهم علينا. هذول الشعارين نسفن تماما في ثقافة القرن 21. الشعار الأول اعمل بجد لأن الحياة صعبة. هيك كانوا يعلمونا دائما آباءنا وأمهاتنا. أنت لازم تثبت وجودك. أنت لازم تعمل أظافر من نحاس، تحفر بالصخر. اعمل بجد لأن الحياة صعبة. لكن الشعار اليوم تحول ونصف تماما. أصبح اعمل بذكاء لأن الحياة قصيرة. كم سنعيش؟ 60-70 سنة؟ 80 سنة؟ 100 سنة؟ هذا العمر برأيكم عمر طويل؟ لا والله مو طويل. أنا لو سألت أي واحد منكم الآن تتذكر طفولتك؟ من لما كنت بالصف الأول؟ آه كلنا بنتذكر. طيب لغاية الآن كم مضى من عمرك؟ 18-19 سنة؟ طب كيف مضى؟ البعض يقول والله مثل لمح البصر. طب كم بقي من عمرك؟ كذلك سيمضي مثل لمح البصر. كم سيمضي من عمرك مما تبقى؟ كذلك سيمضي كلمح البصر مهما طال ومهما قصر. وكله بأمر الله تعالى. الشعار الثاني كان أبانا وأجدادنا كذلك يقولون الكبير يأكل الصغير. إحنا مثل البحر، الحوت بتأكل السمكة. لكن كذلك هذا الشعار اليوم نسف تماما. أصبح ليس الكبير من يأكل الصغير، إنما السريع من يلتهم البطيء. يعني نحن نعيش في عصر يتطلب صفتين لازمتين لاختراقه والبلوغ في أعلى آفاقه. الصفة الأولى الذكاء، والصفة الثانية السرعة. تعلم مثل هذه المهارات يمكننا من هاتين الصفتين، فإلى درب النجاح. فلعلنا إن شاء الله نكون ممن وضع أرجلنا على سلم النجاح. أريد أن أعرض الصورة الثانية. مين بحب يحكي لي من صاحب هذه الصورة؟ هتلر. احنا انا مش مستغرب، لانه احنا طبعا بسبب الدكتاتوريه. ها مين يحكي منه هذا صاحب الصوره؟ صلاح الدين الايوبي. ليس صلاح الدين الايوبي. مين؟ ليس طارق بن زياد. محمد الفاتح. تحيه بابا اخونا اللي قال محمد الفاتح. انا اسال السؤال الثاني. محمد الفاتح الآن بالصورة اللي أمامنا وهو في لحظة قيادته لفتح القسطنطينية، كم كان عمره؟ 21 سنة. 21 سنة، يعني لسه سنة ثالثة بالجامعة. والله خليكم معنا يا شباب، خليكم معنا. أنا بقول بدون إزعاج، لا يفضل أن يحط ناس محله بدون شرطه أو شيء نستفيد إن شاء الله. أنا بشرككم جميعا إن شاء الله، راح أشرككم جميعا. بخليكم معنا. الآن على يمين محمد الفاتح في شباب، وعلى يسار محمد الفاتح في شباب، وأمام محمد الفاتح في شباب. اللي على يمينه بيسموهم الشباب اليسر، اللي بيقدروا يضربوا بإيدهم اليمين عشان يقدروا يحموا ميسار محمد الفاتح. واللي على يساره بيسموهم الشباب العسر، اللي إيديهم اليسرى قوية بيضربوا على يمين محمد الفاتح حتى يحموا ميمنة محمد الفاتح. اللي أمام محمد الفاتح شباب بسموهم المغاوير. هذولا عندما يجرون فيكونون أسرع من الخيول، فإذا حوصرت القيادة يفتحون خط بالجيش فيكونون أسرع من الخيول فتجري خيل محمد الفاتح قلبهم. هل الصورة فيها شباب لوحدهم بس؟ البانوراما اللي أمامنا شباب بس؟ في هون شيخ أمامه عالم اسمه عبد الرحمن القولوني، وفي هون كذلك عالم آخر اسمه آق شمس الدين. هذه الصورة تقول لنا أنه اللي ماله أول ماله آخر، اللي ماله كبير ماله صغير، اللي ماله قديم ماله جديد، اللي ماله تاريخ ماله مستقبل. فعلى أمتنا وبالذات الشباب أن لا ينعزلوا عن علماء الأمة وعن الذين يوجهونهم الوجه الصحيح حتى يتحقق الظفر والنصر. ولذلك أبو سعيد الخدري، لاحظوا الحديث اللطيف شو يقول. يقول أنه كان إذا رأى الشباب قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصانا أن نوسع لكم في المجلس وأن نكرمكم الحديث، فإنكم خلوفنا. يعني أنتم من ستقودون بعدنا، أنتم منكم من سيأتي بعد فترة من الزمن
يأتيني ابني يقول لي أتعلم الشاب فلان؟ أقول له أعلم، وهذا كان طالب عندي. قال والله يا والدي هذا الآن يدرسني، هذا أستاذي في الجامعة. أنتم خلوف ما من بعدنا، أنتم قيادة الأمة، فعليكم أن تعرفوا أن هذا هو قدركم الذي ينتظركم، وأن نفهمكم الحديث، فإنكم خلوفنا. وكان يقبل على الشاب ويقول يا ابن أخي إنك لئن تقبل علي فأفهمك الحديث خيرا من أن تبقى متشككا. طب ليش احنا نهتم بالشباب؟ وليش الشباب وضعه مهم في بلادنا وفي أمتنا؟ لأن الشباب لهم صفات من الشباب. تعرفوا يا جماعة في حيوان اسمه الشيبة، هو أكبر من القطر شوي، بتكون بعيد عنك 30 متر لكن مستعد تقفز عليك قفز واحدة. ليش؟ قال والله شبت فيه، شبت يعني من الشباب، يعني في طاقة غير عادية فيها. ولذلك أنتم لديكم طاقة، مطلوب منا أن ننظر لهذه الطاقة وأن نبدأ باستثمارها. ليش؟ لأن عندكم الصفات التالية: أنتم قوة، الشباب طاقة، الشباب روح التجديد، الشباب طموح متجدد، الشباب رمز الإصرار والتحدي. تعرفوا صورة مين هذا؟ هذا اللي طلع في ميدان التحرير في مصر، وطلع على أعلى عمود في ميدان التحرير ورفع العلم المصري دون أن يكل وأن يمل. فلما رفع العلم المصري سقط الطاغية الذي كان يتعبد ويستعبد هؤلاء الناس. هذا نفس الشاب الذي صعد على السفارة الإسرائيلية في الطابق 18، ظل يصعد على مسلك المجاري لم يتوقف حتى أسقط العلم الإسرائيلي وأحرق في ميدان السفارة. إصرار، تحدي عند الشباب. الشباب رمز العزة ولفظ الذل. نعم إحنا الشباب ما عندهم فلسفة الباب اللي يجيك من الريح ستو استريح، ما عنده فلسفة الحيط الحيط يا رب استيره، ما عنده فلسفة لا تحط حالك بوزن ندفع، ما عنده فلسفة الباب اللي يجيك من الريح ستو استريح، ما عنده فلسفة عقدت جريك من الحافك جريك هالقدن الحافك ظلك هيك انكمش انكمش. عنده فلسفة عقد الحافك مد رجليك، ولا عقد رجليك مد الحافك؟ عقد رجليك مد الحافك، يمد رجوله ويبني لحافه ويصممه حتى يغطيه ويدفيه ويعيش مرتاح. ليش يا شباب؟ ليش يا بنات؟ لأنه ربنا ما خلقنا لنعيش أشقياء، ربنا خلقنا لنعيش سعداء. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طب ليش المسلمين اليوم هم أشقى الناس؟ لأنهم تركوا ما جاء به طه، لأنهم ابتعدوا عن ما جاء به طه عليه الصلاة والسلام. لذلك هم رمز العزة، الشباب عنوان التطوير. الشباب مرحلة بين مرحلتين: طفولة اللي هي قوة بلا حكمة، وكهولة اللي هي حكمة بلا قوة. لكن إذا وجهنا الشباب بيصير عندهم الثنتين، قوة وحكمة. ولذلك ما كان الله يبعث نبي كما يقول في كتابه العزيز إلا ويعطيه الحكم والقوة، يعني الحكمة والقوة. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ويقول ابن عباس: ما أوتي عالم علما إلا وهو شاب، وما أوتي نبي النبوة إلا وهو شاب. فهل بعد ذلك أيها الشباب إحنا الآن مستعدين أن نفرط بهذه الطاقة العظيمة اللي الله منحنا إياها؟ فعلينا أن نفكر بما داخلنا لنحقق أشياء عظيمة. وأحيانا سنصل إلى نتائج نقول معقول وصلنا، معقول هذا خرج مني؟ نعم، لأنه عندكم طاقة غير عادية. نسبة الشباب المسلم 50% من أصل كم؟ 1,600,000,000، يعني 800,000,000 شاب في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لو جمعنا أوروبا الغربية اللي هي أوروبا القوية وأمريكا لوجدنا عدد سكانهم لا يتجاوز 750,000,000 بعجائزهم، بمرضاهم، بمعاقيهم، بكبارهم، بصغارهم، بنسائهم، برجالهم. وهذا في أمة محمد أكثر من هذا العدد، بس من الشباب، بس من الشباب. والأمة العربية هي أخصب الأمم في الشباب، 55% من الأمة العربية شباب، شباب يعني عندهم روح التجديد والطاقة. طب ليش الأمة العربية أقل الأمم في تسجيل براءات الاختراع؟ كم عدد سكان الوطن العربي؟ 375,000,000 بني آدم. كم عدد سكان فنلندا؟ 5.5 مليون بني آدم، يعني أصغر من الأردن. كم سجل الوطن العربي في 2011 براءة اختراع؟ 750 براءة اختراع. كم سجلت فنلندا؟ 7,750 براءة اختراع. من المسؤول
على أن طاقة هذه الأمة وضغط الشباب ما وصلت إلى أوجها. الفرق الوطن العربي فيه استبداد، فنلندا فيها حرية. باختصار وجد أن هذا أكبر معلم من معالم فنلندا. الوطن العربي فيه استبداد، وكلما زاد الاستبداد كلما قل الإبداع. طيب الطفل بقول لك لما يكون عمره من 4 سنين ل6 سنين نسبة الإبداع تصل لغاية 90%. طب من 6 إلى 8 قديش بصير؟ 10%. نزلت 80% مرة واحدة. تعرفوا ليش؟ لأنه دخل المدرسة. تعرفوا لما يدخل المدرسة شو يعني؟ ساوي بس لما تستأذن. أوعك تتكلم غير لما تطلب إذن. ليش سوي هيك؟ ليش عملت هيك؟ لا تعمل هيك؟ لا تساوي؟ نواهي كثيرة. يعني قيد قيد. وببلش إيش؟ يحشروخ وحشية. يلا بدنا نختم. من الجلدة للجلدة. يلا ورانا لسه صفحات كثيرة. حشو حشو حشو. وبالتالي يدخل الطالب ما شاء الله مبدع بطلع. ما بتحكي شو بطلع. لذلك نسبة الإبداع تصل لغاية 10%. طيب. لما يصير عمره من 8 ل40 قديش تصير نسبة الإبداع؟ 2%. طب من 40 لما يموت؟ بطلع 2%. بطلع 2%. لا هو فيش مجال يعني احنا نقول نعمل حوار الآن. مدارس؟ نعم؟ ما لا ما تفكر ما توجه مدارس، فكر كيف تغير مدارس. فكر لما تصير مدرس كيف تصير مبدع في التلقين والطرح والتقديم. أنا مش نقول ما توجه مدارس، نفكر كيف نغير منهجية. وهذا اللي فقده مهاتير محمد لما عمل نهضة ماليزيا. طيب خلونا نتجاوز هذه المقدمة بأن نختمها بهذه الحكمة اللطيفة. ما لم تزهر الشجرة في الربيع فمن العبث أن تتوقع منها ثمرة في الخريف. الآن إذا ما استثمرتوا طاقتكم لا تفكروا أن مستقبلكم راح يكون مبهم. الآن الواحد يشوف إبداعاته، يقدم إبداعات حتى أنه المستقبل إن شاء الله تصير ثمار عظيمة. ماذا تريدون يا شباب؟ أعرض عليكم الصورة التالية، هي عبارة عن فيلم فيديو. ماذا هو النجاح بذهنكم؟ إيش هو النجاح؟ وين بدي أصل يعني؟ أصير موظف؟ أصير بالجيش؟ أصير عسكري؟ كله خير ماشي، بس بعد هيك شو حال؟ طب انت شو يكون لك اثر طيب ولا مش طيب في الحياه الدنيا هذه اللي انت عايش فيها؟ تعرف بعض الشباب بتعرف شو قمه النجاح عنده هون؟ بيجيك مبسوط، طب ما انك مبسوط اليوم يا فلان؟ قال اسكت صبطتها صبطتها. هذا النجاح. شوف كيف انك انت نجحت في شغله تافهه مبسوط عليها. طب فما بالك لما تنجح في شغله عظيمه؟ بتيجي بتناقشه، طب كيف صبطتها يعني؟ بقول لك والله كنت قاعد انا وياها ونسولف وكذا واسالها وتسالني، طب يعني انت ليش واقف قدامها يعني؟ وليش هي اصلا تقبل تقف قدامك اصلا تسولف وهيك وبدون اي شيء يعني وصاحه والرب راعيها يعني ليش؟ قال لا ما هي زي اختي. زي اختك يا نمس؟ ها؟ زي اختك؟ معناته الان القضيه اصبح فيها هناك خلل في المفاهيم. ما هو يا هي زلمه يا هو انثى، يا هي ذكر يا هو انثى. طب ليش اجتمعوا مع بعض هذا الشكل دون ان يكون هناك قيود، دون ان يكون حدود؟ لانه هذا هو الذي يركزون عليه. فاذا ركزت على شيء تنسى كل قيود. ايوه الان حتى نتعمق ونصل الى مستقبل عظيم. فاذا ركزت على المستقبل العظيم تنسى كل القيود والمعوقات التي يمكن ان توصلك لهذا المستقبل العظيم. وهو بالنهايه هل الذكر مثل الانثى؟ وليس الذكر كالانثى كما يقولون بالعلم. شيك؟ يعني البلاد اليوم المساواة بين الرجل والمرأة ظل ينادى المساواة بين الرجل والمرأة حتى بطل لا في حياة من الرجل باتجاه المرأة ولا من المرأة باتجاه الرجل. الرجل رجل والامرأة امرأة، الديك ديك والدجاج دجاج. مش هيك؟ وليس الذكر كالأنثى. هذا يوم من الأيام واحد دخل على مزرعة دجاج بده يشتريها، فبقول لصاحب المزرعة الدجاج قديش بتبيض كل يوم؟ قال والله بيضة بيضتين. قال لا عمي انا اذا الدجاجة ما بابت 5 بيضات باليوم ما بدي مزرعة. قال لي ايش شفت حيلك؟ روح اتفاهم مع الدجاج. بس كالسكينة. فات على الدجاجات. قال له اسمعي انا جاي بكرة. اللي ما بتبيض منكم 5 بيضات باليوم اذبحها. فعلا راح ورجع ثاني يوم. لاقى الدجاج تحتهم 5 بيضات، 5 بيضات، 4 بيضات. قال بط 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 توكل الله يعني. اجى لاقى بيضة تحت واحدة. لما طالها مسكوا من الخمامة. قالت نصبر علي نديك.
وصلنا مرحلة ليش؟ ليس الذكر في الأنثى صارصة والذكر مثل الأنثى تداخلت الأدوار فصار اختلاف المفاهيم فضاعت الأمور فاضطر لصار المستقبل مبهم. طيب خلينا أعرض عليكم فيلم الفيديو التالي وهذا فيلم يجسد قصة حياة 97% من العالم ما بدي أقول من العالم ركزوا معنا يا جماعة الولد بالمستشفى كبر بلش يلعب بالألعاب بعدين دخل الحقل صار يساعد والده كبر دخل الجيش كون حاله اتجوز خلف اعترك الحياة بذل جهد عمل حياة أكل شرب نام كبر قاعد احتفل بتقاعده عجز على الآخر مات فسقه رب الكعبة نهاية حياة صح؟ حياة مين هاي؟ حياة 97% من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن الأمم كلها. طيب هاي حياة كويسة يا جماعة شو رأيكم؟ والله أنا محبط. ليش محبط؟ أنا عارف إني بس أتخرج من جامعة الجبارة ما في وظيفة. وليش تعلق حالك بالوظيفة؟ ليش تربط حالك بشيء محدود؟ أيوة هاي نقطة مهمة يا جماعة. كم من إنسان في ظل الظروف الصعبة صنع الفرص؟ يا جماعة هو أنا فاضي أصنع فرص وهو أنت الآن مش مطلوب من كل الناس يصنع الفرص في هناك 3% فقط من الشعب الأردني في ظل الظروف الصعبة قادرين يصنعوا الفرص ليش بتكون منهم؟ أنا بخاطبكم أنتم الآن هذا لا يعني أنه لا ما نوفر وظيفة والظاهر الأمور صعبة والدولة ما تقوم دورها لا لازم تقوم دورها بس أنا بقول فيما لو لم تقم بدورها الدور الطبيعي والصحيح نظلنا هيك محبطين ونعيش ندور على وظيفة اتجوز يا فلان اي هو الواحد قادر يصرف على حاله ويصرف على بنت الناس ما رب العالمين بيقول ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله تعرف ليش واحد لما يتجوز مرات ربنا بكثر فلوسه لانه صار يجبر عقله على التفكير في متطلبات جديده لذلك صار ياتي بشيء جديد وينتج انتاجات تحب ان تكون مثل هذا لا طبعا ان شاء الله ما نحب نكون مثل هذا لذلك الشعار اللطيف شو بيقول اللي بيحلم احلام صغيره لن يتحرك لا تحلم أحلاما صغيرة فليس لديه القدرة على تحريك قلوب الرجال قلوب العظماء ما بتحركك أبدا هذه شعار آخر لطيف مين منا خايف من الموت والموت مخوف كلنا نخاف من الموت صح ليس الخوف من الموت لكن الخوف أن تموت على شكل سيء الخوف أن تموت وأنت مش مساوي شيء بالحياة الخوف انك تموت بس تنزل قبرك اول ناس باكل من المناسف ابوك وامك ليش اكلوا من المناسف لانه ما تحسروش احرارك كم من انسان نفقد بهذه الحياه ما حد بتحسر احراره بس كم من انسان اذا مات بيننا عزيز له مكانه كل الاردن بتعرف انه مات وكل الاردن تتقبل معه وكل الاردن تاتي في عزائه وكل الاردن تبقى تذكر مراقبه بقول لك والله حفل تقبيل فلان فليش ما يقول لك انت بعد موتك ناس يقوم يذكرون لك بحيث انه يكون لك اجر عظيم مع هؤلاء الناس اخدم قدم انا متاكد تماما في بعض الطلاب عندكم بالجامعه هون عندهم هم كيف يخدموكم وبعضكم وانا تناقشت مع كثير من الناس بعضكم عنده هم كيف يعوقهم اثناء تقديم خدمتهم لكم لكن من الذي سيذكر الذي عوق ام الذي خدم وانا عارف طالب جاب الاول على دفعته والله ما حد بدري فيه راح تخرج بعد سنه الناس نسيته لكن في طالب ما جاب الاول كان شاطر كويس بس ما جاب الاول لكن كان خدوم في حاجات طلابه وزملائه يا جماعه تعرف الامريكان لما يجوا يتقصوا رياض الاطفال شو بيسووا؟ بالرغم يبحثوا عن الطفل ويشوفوا يتبعوا مساره بدهم يطلعوا قاده من هذول الاطفال فاذا وجدوا طفل يحنوا على اطفال زملائه ويحل مشاكلهم ويواسيهم إذا وجدهم يبكون ويشاركهم إذا وجدهم الحسين يقولوا عن هذا problem solver حل مشاكل هذا الذي سيكون له أثر لذلك إذا ما تخاف إنه حياتك راح تموت راح تنتهي كلكم راح تموتوا أولكم حد منكم بضمن إذا قال يقدر يطلع يقدر أتحدى إلى واحد أقولكم أتحدى إلى واحد منكم يجوع ولو حتى إنه بيتألح على الله يجوع لا يجوع ليه لم يعلم
إذا كان أنا بشر ها وده هو فاهم صح؟ خلاص أجل انتهى الشيء. الإمام مالك رأى ملك الموت في منامه قال له يا ملك الموت ماذا سبقته روحي؟ قال له ملك الموت هيك. فقام الإمام مالك مبسوط الله يستر خمس ساعات خمس أيام خمس شهور خمس سنين فذهب إلى ابن سيرين. تعرفون ابن سيرين؟ اللي بأول الرواه العالم بتأويل أحلام الرواه. قال له الحمي قال له خير؟ قال رأيت ملك الموت ويا ريت ما رأيته وسألت سؤال يا ريت ما سألته. قال له ايش سألته؟ قال قلت ما تستغفر روحي ليك؟ قال له غفر الله لك يا إنا ما عرفت ما يقصد ملك الموت؟ قال لا والله ما عرفت. قال إنما أراد أن يقول لك إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. بس إبليس بلفلف علينا. إذا مات واحد نعرفه وشعرات القبر فإبليس بلفلف عليك ترى مش أنت اللي بعده. أنت لسه طول طول مش أنت التالي. بلفلف علينا طب ليش مات؟ قام هو ماشي والطريق انتهى. لا الحمد لله أنا مش عاطف. بلفلف عليك طب ليش مات؟ قال أنا والله عندي مرض قلب. أنا قلبي حديد. أنا شباب لسه وين أنا هذيك يوم شبابكم بحكي معهم في حوار بحكوا لي لسه في هذيك يوم طالب عند دخل التخرج وراح يجيب الحلوة الحلويات من السوق ويجي في طريق العودينات عند يوم تخرجه. طيب مين مضمن؟ لا تخشى أن حياتك ستنتهي. ما يجب أن تخشى أنها تنتهي. ستنتهي للآخر ستنتهي للقيمة ستنتهي بلا أن يذكرك أحد من الناس بعد موتك. هذا الشعار الثاني. مين صورة مين هذه برأيكم؟ يلا اليوم بدنا هيك فتق التاريخ شوي. صورة مين؟ اللي بيعرف صورة مين جائز وجائز قيم. وأنا مرة تورطت ودفعت 50 دولار من جيبتي. ها؟ من أي بلد؟ من نيويورك صح؟ ها؟ طيب عشان الوقت ضيق خلاص ما حد قدم. نعم مين؟ رحمت؟ يا ويلي حد منكم سمع باسم واحد اسمه محمد ابن ابي عامر العامري؟ يعني مع شيخ العامري هو حد العامري حد عوامره هذا محمد ابن ابي عامر العامري مش من عوامرتنا هون يا جماعه من الاندلس. هذا تعرفوا شو كان؟ ليش عملوا لكم ثالث هذا الشكل في الاندلس؟ حد منكم يسال نفسه سؤال ليش؟ هذا كان حمار. تعرف شو حمار؟ عتان بشيل المي على الحمير وبروح ببيعها للناس سقم بسموه سقم. وهو ماشي تعب من شغلة الحمر النهاية فرأى هيك حلم يعني تمنى قال أنا قررت أصير خليفة المسلمين في لندن. ها شو كيف واحد بسمع يقول أنت مجنون روحت اجى على الحمار الاول صاحبه قال له يا فلان اذا صرت خليفه للمسلمين شو تطلب؟ قال له انت تصير خليفه. اي والله طبقت السماء على الارض وصير. شوف اللي بيحلم احلام عظيمه بحرك قلبه الى اشياء عظيمه. قال ما بصير. قال لا طب اذا صرت؟ قال له اقول لك بدي حديقه وبدي ركوب وبدي بيت. قال له طيب بس اصير ان شاء الله بعطيك اياهم. اجى راح على الثاني هذاك الثاني شوي نزق نكد. قال له يا فلان اذا صرت خليفه شو تطلب؟ قال له اسمع يا محمد ابن ابي عامر ترى من الصبح لهسه ما اشتغلت ولا بيش الله يرضى عليك اطعم راسك حلم. قال له يا رجل طب احلم يعني جيب عقلك على عقلي. قال له ما يمكن تصير عقل حال لو صرت بدي تحطني احماري بالعكس شوف الحلم وتقول هذا نصاب دجال من تعامل معه فسجنه. قال له هذا حلم. قال له خلص بوعدك بس اصير خليفه اسوي لك اياه. ما الذي فعل محمد ابن ابي عامر؟ راح مباشره باع حماره سجل في سلك الشرطة. لما سجل في سلك الشرطة 15 سنة يقرأ ملفات الجند الحروب المالية الدواوين ما خلى شيء يعني بكالوريوس وماجستير دكتوراه وأبدع رغبة وقدرة أبدع. بعد 15 سنة صار رئيس الشرطة. الخليفة الأندلسي الرابع مات كان عنده ولد عمره 11 سنة. قالوا يا عمي هذا بدنا حتى يصير خليفة لازم كمان 7 سنين بدنا نشكله لجنة وصايا. مين لجنة وصايا؟ رئيس الوزراء قاضي القضاة ورئيس الشرطة محمد ابن أبي عامر. لما اجتمعوا
رئيس الوزراء ما اخذها جد عن جد بالوراثه، قاضي القضاء ما اخذها جد عن جد مش من جداره بالوراثه، محمد ابن ابي عامر ما اخذها بايش؟ جداره، عنده نو هاو نو هاو جداره من جامع الجداره. ها لما شافوا حالهم ضعاف امام محمد ابن ابي عامر قرروا انهم ينسحبوا عشان ما ينحجوا، خلاص محمد ابن ابي عامر انت الوصل الوحيد واحنا نثق فيك. بدا محمد ابن ابي عامر اول قرار ينقل اموال الجند الدوين الى قصر الوصي، قرار اثنين يمنع خروج الخليفه الا باذن الوصي، قرار ثلاثه تمنع زياره الخليفه الا باذن الوصي، قرار اربعه بعد فتره شاف الناس ما حدش متحرك ما حد بدر نثق فيك خلاص ينحى الخليفه لعدم اهليته ويعين الوصي. ها حقيقيا فيلم من حمار لخليفه. فلما قعد على الكرسي قال لي جماعه قبل 20 سنه في اثنين حمارين اصحاب روحوا شوفوا اياهم بعدهم بالسوق نزلوا على السوق لقوهم مثل ما هم، هذا اللي بدور على وظيفه، هذا اللي بدور على وظيفه محدود. اجى الاول قال له معقول انت محمد ابن ابي عامر؟ قالوا اشكرك. قال له طلب حديقه هي لك، طلب ركوب هو لك، طلب قصر هو لك، يهديك يرضيك بارك الله فيك. اجى الثاني لما دخلوه انت محمد ابن ابي عامر؟ قال له اه شكرا. قال لا خلاص اعفيني. قال له ما بعفيك لازم تطلب. قال يا رجل خلاص والله ما بديش، خلاص فك مني خلاص انا والله ما بدي شيء. قال لا بدك يجي. فجابوه يا شكرا. قال لك حطنا حمار بالعكس وتقول هذا نصاب دجال من تعامل معه في الجنه. قال له حمارك بعده عندك؟ قال له لا والله الاولاني مات وبعته ومات واشتريت واحد ثاني، مش انه مات يعني خلاص يخلص من هالقرف، وكمان عامل ابن حمار يعني مرة خلقته الشغل كار. قال جيبوا له حماره يا اخي يديك يرضيك. قال حتى تعلم ان الله على كل شيء قدير. ولذلك من حمار عفوا من حمار الى ايش؟ يعني ما في مستحيل، لكن احلم احلام عظيمه ستصل بالنهايه الى نتائج عظيمه. طيب انا امشي بشكل سريع لقواعد اساسيه حتى اختم بها محاضرتي ان شاء الله تعالى. احنا معنا لا اي وقت يا جماعه. دقيقتين خلاص الوقت؟ خلاص لا كمل كمل. طيب القاعدة الأولى النجاح سلم وليس بابا، يعني ايش؟ باب افتح واطلع، سهل ولا مو سهل؟ طب سلم بده جهود، بده جهود، ما في مجال انك تطرح لكم اياها. اثنين الاعتقاد الايجابي، اعتقد انك انت قادر ان تحقق شيء عظيم، انت قادر لانه انت عندك طاقة غير عادية، لانه الاعتقاد الايجابي يحرر العقل طاقة افعال نتائج ايجابية وهكذا. ثلاث قبل ما احكيها بدي اسالكم سؤال، شو شايفين امامكم؟ نقطة سوداء، تركنا كل البياض وكنا قلنا نقطة سوداء. هذا شو يعني؟ انه احنا نقدم الشيء السلبي على الشيء الايجابي، هيك هيك طبيعتنا سبحان الله، هيك طبيعتنا. طيب هون شو شايفين؟ بروكن، بروكن شو تعني؟ مكسور. طب طلعنا منها هيك كلمة ايجابية، كلمة حلوة. من احرف بروكن؟ ها؟ سور من بروكن يا رجل بالانجليزي مكسور من سور والله حلو كويس يلا. طيب روك صخرة سين كي اوبن وين بي وين بي روك شو هوك يعني؟ اوكي يا عين عليك. في ناس بتشوف دمار على الحمار بس في ناس بقول لك يا جماعه وين؟ لا الوضع في خير. لا 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 احنا ممكن ان احنا ننطلق من جد. لذلك القاعده الثالثه اتفائلوا، التفاؤل وقود النجاح. اللي ما بتفائل سيبقى محبط، الوظيفه وما فيه والوضع والبلد. ارسم لحالك دور عظيم والله ستاتيك الفرص وانت مش داعي لحالك. امراه كان عندها ولدين، ولد يبكي لدرجه الازعاج وولد يضحك لدرجه الازعاج. ودتهم على الدكتور يعالجهم. يا دكتور شوف لي حل، هذا ببكي مزعج وهذا بضحك مزعج. طب شو نعمل لك؟ خلص لما يبكي الولد هذا جيب المضحك واثنين بكسروا بعض. لا لا يا دكتور، فدخل الولد اللي دائما ببكي على غرفه كلها العاب من اجمل الالعاب. ودخل الولد اللي دائما بضحك على غرفه كلها روز حصان. ريحته طالعه. غاب عنهم نصف ساعه. لما رجع لقى الولد اللي دائما ببكي ايش بيعمل؟ بكسر بالالعاب. وبغرها بالشلوط وبسب
قال له دكتور ولك مالك؟ ما بدك اكثر من هيك؟ قال انا مو عاجبني شيء انا كذا. قال له والله لو هويتك اصابع العشره جمع ما عجبك. انا متاكد في ناس طلعوا سبحان الله الان لو كان اللي قدامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما عجبهم. نكت خلاص طبعا غلب التطبع نكت زي ما بقولهم يوم يوم. اجى الولد اللي دائما بيضحك واللي دخله في غرفه الروس شو لقى يعمل؟ لقى يضرب قرص بالروس يطلع من الفرحه. قال له دكتور ولك مالك يا ولد شو تسوي؟ قال يا دكتور بدور على الحصان اللي عملكم يا ظروف. يعني المقصد التفاؤل يا جماعه، مهما كانت الظروف صعبه لابد من التفاؤل. النقطه الاخرى لابد من احداث التوازن في الحياه. توازن في حياتك مع الله كيف تكون علاقتك؟ انت عقلك كيف تكون حياتك وعقلك الاي كيو بسموها هاي نبني عقلك. احترموا تخصصاتكم يا جماعه، حبوا تخصصاتكم. ما انت خلص بما انك انجبرت وانجبرت حبوا يا اخي. ما انت موجود في بيئه الان اتعلموا اتعمق فيه. طب الاي كيو علاقتك مع الناس كيف تكون؟ والواحد بس ينكشف بخشمك روح الطائر مش معقول. كل يوم نسمع من شيخ في الجامعه وفي ساحه الجامعه نتحمل بعض يا جماعه. الاي كيو بسموها ايموشنال كوشنت الذكاء العاطفي، والبي كيو ذكائك الجسدي صحتك دير بالك عليها، عقلك صحتك علاقتك مع الناس علاقتك مع الله، هيك بتحقق التوازن. واخر شيء ضروره الادراك الصحيح للاشياء. انت لابد ان تدرك مرحلتك شو هي مواصفاتها. اذا ما ادركتها صح لن تنتج منها شيء عظيم ابدا. ليش؟ لانه الادراك الصحيح يولد الفهم الصحيح ثم التفسير الصحيح ثم سنصل لنجاح، يعني نتائج صحيحه. طيب بدي اعطيكم الان صوره واطلب منكم تشوفوا لي ملامحها. أنا متأكد نتيجة غياب الإدراك لهذه الصورة ستفسر تفسيرات خاطئة وستسلك اتجاه سلوكيات خاطئة. هذا اللي أمامكم الآن. يلا بدي أشوف الآن شو شفتوا؟ أسمع أسمع شو شايفين؟ جلد بقرة. جلد بقرة يا سلام كمان. ها صوت بقية وجهه كرة أرضية. كرة أرضية. حمار وحشي. خريطة العالم. ورق ممزق. قزاز مكسور. حبر مثر. شارع ابيض واسود. واحد باقي رسو هيك رسو هيك يخبص. صوره مقصوصه. بس ركبها ركبها. شو اللي بصير انتوا؟ انتوا قاعدين تدركوا ادراك جزئي وبالتالي تفسروا تفسيرات جزئيه. هل هي صحيحه؟ لا. طب لما نقول لك الان يلا ورق مقصقص شو بصير يسوي؟ لما تقول لك والله حبر منثر شو بصير يسوي؟ مش هيك؟ هذا هل حد منكم شاف رجل راكب على حصان؟ خلينا نخربط بعض الامور ونظلل بعض الامور، هذه الصوره. ولا ارجعوا طب الان بدي ارجع للصوره الاصليه رح تشوفوها؟ هاي الصوره الاصليه. والله ان شاء الله شفناها الان طب ليش شفناها الان؟ لانه صار في تدريب، صار في توجيه. كلنا يحتاج الى التوجيه، فاخذ التوجيه من مصدره عشان يتعمق الادراك. لا برضه تاخذ التوجيه من الاقران الصعبين السيئين اللي بدلوكم على الخراب. طيب صوره ثانيه صوره ثانيه. شو هذا؟ دب باندا كمان دب باندا غير هيك. هل منكم شايف رجل وامراه يرقصا؟ هاي الصورة. العب. شفناها؟ لا هذيك يوم انا بعمل تمرين في برنامج النيلي واحد بيقول لي الصورة هاي عبارة عن ولد نايم على بطنه. ترى كل ركز وين؟ ولد نايم على بطنه. لما عرضت الصورة الثانية بيقول لي الولد قام. خلاص هذا الادراك الصحيح للاشياء بخليك تفهمها صح وبخليك تفهم سلوكك صح وبخليك تفسر تفسيرات صح وبالتالي تصل لنتائج صح باذن الله تعالى. اشكركم جميعا بارك الله فيكم واخر دعوانا الحمد لله.